والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أنا الآن متواجد في فرع BMW جدة تحلية محمد يوسف ناغي للسيارات لتغطية خاصة لحفل إطلاق سيارة BMW الفئة الثالثة جيلها السابع 2019. كونوا في الانتظار. مين معانا؟ استاذ ماجد نورنا. هلا ابو نهاد. ايش عندنا؟ اليوم عندنا حفل تجهيز الفئة الثالثة الجديدة من شركة BMW. طيب على بال ما يجي وقت الإطلاق خليني أخذكم جولة كذا على بعض السيارات اللي لفتت انتباهي. هذه الفئة الرابعة. طبعاً هنا ام باكج عندك اللون الأزرق الجنت نيكل ام 4. طبعاً هذه الجنت لون أسود والكليبرات ذهبية أتوقع. طبعاً هنا الفئة السابعة. هنا الفئة الخامسة. التصاميم الأمامية صاروا متقاربين جدا سواء الخامسة أو السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيداتي سادتي حضرة الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم شركة محمد يوسف ناغي للسيارات يسعدني الترحيب بكم في هذه المناسبة الخاصة، ويسرني اليوم تقديم أحدث طرازات BMW إلى مجموعة شركة محمد يوسف ناغي للسيارات. نالت BMW الفئة الثالثة عبر تاريخها العريق نجاحاً عالمياً باعتبارها سفيراً لتجربة القيادة الفائقة التي توفرها BMW. والآن نعرفكم على الجيل السابع من هذا الطراز قوي ذو الشعبية العالية. تجمع BMW الفئة الثالثة الجديدة كلياً بين أداء القيادة الرائع والتصميم المميز ومقصورة قيادة فاخرة تجعلها مثالاً لهذه الفئة. ونتوقع أن يستكمل الجيل أحدث إرثها العريق محققاً المزيد من النجاحات، خصوصاً بعد ارتقاء طراز BMW الفئة الثالثة من فئة سيارات الصالون الفاخرة متوسطة الحجم إلى ذروة جديدة. شكراً لكم. والآن مع لحظة إزالة الستار عن سيارة BMW الفئة الثالثة الجديدة كلية. على البركة أستاذ ماجد ما شاء الله أول واحد. طبعا النظام الصوتي هارمن كاردن من افضل الانظمه الصوتيه صراحه. التكييف الخلفي بتحكم مستقل، برضو في نوافذ USB لشحن الجوالات، برضو مدخل 12 فولت. طبعا لا ننسى نشكر محمد يوسف ناغي اعطونا هديه تذكاريه. وكذا شكل المعرض في فرع التحليه. يا هلا والله. طيب كذا وصلنا نهايه التغطيه، اتمنى التغطيه نالت على اعجابكم. اخوي ماجد هلا، ايش رايك بالسياره؟ والله السياره اخذت تصميم صراحه رياضي مره حلو، يعني BMW اشتغلوا صراحه، برافو عليهم على السياره. جميل. السياره اللي عرضوها جايه بكت الام، شبك اسود وشبك رياضي وجنوط رياضيه، مقاسها شبابي من الاخر. ايوه، حتى مقاعد رياضيه، حتى المقاعد عليها الالوان اللي تجي على الام باور، يعني صراحه ماخذه منظر رياضي. والله مره باذن الله قبل ما نجربها نعطي انطباع للمشاهدين. والله طيب خلينا اوريكم ايش اعطونا.
هدايا داخل هالكرتون في مدونة زي ما تشايفين، تكتبوا مدونات وزي كذا، يعني نكتب اليوم حنصور فلوق كذا وزي كذا. وفي شيء مميز عطونا هذه الميدالية، تمام، بشعار امباور، ونفس الوقت مصنوعة من كربون فايبر. فالله يعطيهم العافية BMW محمد يوسف ناغي. وكذا خلاص بينتهي الفلوق. أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وكن مبتسما دائما. في أمان الله. وأصدقاء أبو نهال، لا تنسونا من اللايك، أيوه، والشير، أيوه، والسبسكرايب، وأهم شيء السبسكرايب، فجروها لايكات، أبو نهال يستاهل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.